هقوله لك. انت عايز اقول لك ايه قبل ما تروح بقى الاورجواي؟ تعال نتكلم على اهم مواجهه، مواجهه مصر والسعوديه. خد بالك وانا بقول لحضراتكم اهو عشان نبقى على بينه من دلوقتي اهو، نرجو من كل الناس جماهير مصر وجماهير السعوديه عشان الواحد بيستشعر ده، هدوا اللعب شويه. منتخبين عربيين، من مصلحتنا ان احنا الاثنين نمثل الكره العربيه بشكل ايجابي. الجماهير لا داعي للشحن على الاطلاق، لا على تويتر ولا على فيسبوك ولا على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه احنا بنتكلم في النهايه انه في حاله من حالات التقارب بين الشعوب العربيه في الوقت الراهن. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وهي دي اللي انا بستغل فيها وجود بقى كابتن احمد حسن، لانه كان واحد من نجوم كاس القارات 2009. كاس القارات 2009